ناخذ المباراه اللي بعدها بشكل سريع ابو فهد. الاتفاق والفيصلي. الاتفاق والفيصلي كانت بقياده جمال عنده ملاحظه. يلا كمل. بكاري قسامة من غامبيا ومساعدين من السنغال اللي هم جبريل مكامارا ومالك سامبا. ونشاهد الحاله الاولى كانت الدقيقه 27 من زمن المباراه. الدقيقه 27 من زمن المباراه. هنا في سقوط للاعب نادي الفيصلي داخل منطقه الجزاء. نشاهد هل كانت في مخالفة على مدافع نادي الاتفاق. لاحظ المدافع هنا نجح بالسيطرة على الكرة وبالتالي لا توجد أي مخالفة واستمر اللعب. كان قرار صحيح من بداية اللعبة. لمسة اليد كان اللاعب المدافع كان بيعترض الكرة. لو نرجع أول بسرعة سريع بس نرجع. لا نرجع. بالنسبة نرجع نرجع شوي نرجع 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 أيوة. نرجع نرجع أيوة الآن بس شوي بهدوء. شوف مدافع الاتفاق شوف إيده شوف إيده لم يلامس الكرة. بس عشان نوضح للناس بس لم يلامس الكرة. حتى لو لامس حتى لو لامس الكرة يكون الحكم أدى تحت فرصة. كان هذا اللي أقصده. اللي بعده كمل. هذه الحالة طبعا لا توجد ركلة جزاء وكان قرار صحيح من حكم المباراة لأن المهاجم سيطر على الكرة واستمر اللعب. كان قرار صحيح. طيب الدقيقة 52 تم إلغاء هدف لنادي الاتفاق. كان قرار الحكم المساعد كان قرار صحيح للوجود التسلل بوضوح في هذه الحالة. طيب هذه واضحة. اللي بعدها المباراة الثانية كانت الثالثة كانت الفتح والأهلي. تفضل. الحالة الأولى هنا الدقيقة 8 من زمن المباراة. كرة ارتطمت طبعا طاقم التحكيم كان من هولندا. نعم. الكرة ارتطمت بمدافع في صدر مدافع النادي الأهلي بعد ارتدادها من زميله. لا توجد مخالفة واستمر اللعب. كان قرار صحيح. هنا الدقيقة 52 في مخالفة على لاعب نادي الأهلي عبد الفتاح عسيري وحصل انه قام بضرب لاعب نادي الفتح والحكم منحه البطاقة الصفراء. هل كانت البطاقة الصفراء مستحقة؟ نعم مستحقة ولا ترتقي للبطاقة الحمراء لانه بالنسبة للقانون يقول اذا قام اللاعب بعملية ضرب بشكل ضئيل لا يستحق لا يمنح الا بطاقة صفراء. طب نرجع لحظة بس نرجع لحظة في الفريق هذه اللقطة نرجع شوي ثواني ارجع ارجع بشوف اللاعب الان لحظة ايش اللي يخلي اللاعب يسوي كذا؟ شوف الان طبيعي ايش سوى بيده مدافع الفتح؟ ممكن دفعه. خلينا نشوف قرر ايه كمل 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 عشان نشوف فمه. شوف يتكلم فيك في كلام في كلام شوف هي رد فعل ولا رد فعل؟ رد فعل. نكمل الحاله الدقيقه 92 89 عفوا. هنا نشوف سقوط جنيني داخل منطقه الجزاء. هل في مخالفه على مدافع نادي الفتح ومن قام بلعب الكره ومن هل كانت في عمليه عرقله من لاعب نادي الفتح؟ هنا نلاحظ انه جنيني هو من لعب الكره وعمليه العرقله حصلت من مدافع نادي الفتح. ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي في الدقيقه 89 من زمن المباراه. طيب. هذه اهم حالات مع جمال عارف.